مزقت صورة باب الفاتيكان أمام الملايين، واعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب وأكملت مسيرتها الغنائية، ثم غيرت اسمها إلى شهداء. من هي المغنية الأيرلندية شنيد أوكونور التي كانت في وقت من الأوقات أشهر مطربة على هذا الكوكب؟ توفيت مؤخرا شنيد أوكونور عن عمر ناهز 56 عاما بعد عامين من وفاة ابنها. سجلت أول ألبوم لها في لندن عندما كانت في سن 20. آنذاك سجلت أول موقف لها عندما طلبت منها شركة الإنتاج اختيار مظهر أنثوي أكثر وإطلاق شعرها، فشعرت بالإهانة، وردا على ذلك قامت بحلق شعر رأسها كاملا. نالت شنيد الشهرة الواسعة بعد إصدار أغنيتها لا شيء يقارن بك، واختيرت هذه الأغنية كأفضل أغنية فردية في العالم، وبيع منها 7 ملايين نسخة، ورشحت 3 مرات لجائزة غرامي. عرفت شنيد خلال حياتها بمواقفها الجريئة والصارمة، وكانت دائمة الانتقاد للكنيسة الكاثوليكية. في عام 1992 مزقت صورة البابا يوحنا بولس الثاني خلال مقابلتها في إحدى البرامج الأمريكية أمام ملايين المشاهدين. تضامنت مع الفلسطينيين وعرضت الانتهاكات الإسرائيلية ورفضت إقامة حفلات لها في إسرائيل. في عام 2018 وبعد دراسة عدة أديان أعلنت إسلامها بعد أن وجدت أنها كانت مسلمة طوال الوقت دون أن تدرك ذلك، وغيرت اسمها إلى شهداء صدقات، وكتبت وقتها على تويتر قائلة: أنا فخورة باعتناق الإسلام، وهذه هي النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.